الجنة محاطة بالمكاره، صلاة الفجر ليش الحين؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، شنو البخلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة. والبردين وش يا اخوان؟ الفجر والعصر. ليش؟ عادة الفجر يا اخوان، عادة الفجر يا اخوان اكثر الناس وشو؟ يا فلان قم الحين، عاد يقولون تو جايين برد تو، فلان قم صل. ما قدر، ان شاء الله بس يخلي ابوه يروح خامس اسحب على الصلاه. فلان ليه ما تصلي؟ والله صعب برد، والله ما اقدر، جسمي ما ايد، لان الحين ترى في جلد جاي جديد، ما شفتم الجلد الجديد؟ هذا بعض الجلد الجديد تمسكه تقطعه كذا، ما تحمل البرد زين، ما اقدر، برد مره ما شاء الله. يعني انت خايف على جسمك من البرد واختري من النار؟ هذا واحد يا اخوان والله عجيب، قصه ولد صغير، ولد يا اخوان صغير، قيل انه حتى ما دخل الابتدائيه، سمع له حديث عن صلاه الفجر، من بكره يروح يصلي، ويجي ابوه قال وين رايح؟ قال والله رحت يبا للمسجد اصلي، قال والله لو اشوفك تروح ثاني مره يا ويلك، قال ابشر يبا، بكره ويطلع يروح يصلي. ويجي من بكره ابوه يقفل الباب، قال خلني اشوفك تطلع، قال ابشر يبا، من بكره ويطمع مع جدار ويروح يصلي. قال ابوه والله العظيم لو اشوفك تصلي لف ويطق ويضربك، ويقفل الباب الداخلي ويطلع من عند دريشه ويروح يصلي. لان الولد ترسخ في عقله شيء اسمه الصلاه، حتى يقول انه قفل الدرايش عليه ابوه وقفل كل شيء، يقول لك فركب من السطح ونزل من الماسوره وروح للمسجد. قال يبا والله لا اطلع من تحت الارض، الصلاه ما اتركها. يقول فكانت هدايه ابوه على المساله هذه، مساله الصلاه.